ومعنا مشاهدينا الكرام مباشرة عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور جاسم. معظم مدن جنوب العراق يعني تموج بالغضب الشعبي ضد الفساد الحكومي وتردي الطاقة الكهربائية، كيف يمكن أن تتطور هذه الأوضاع مع استمرار الفساد الحكومي وزيادة السخط الشعبي؟ نعم، شكرا لكم، تحية لكم ولمتابعي الرافدين، حياك الله. حقيقة اليوم نريد أن نتحدث بخطاب ربما مختلف، لا نريد أن نتحدث عن الفساد المالي والإداري، هذه صارت من المسلمات أن اليوم الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم هي حكومات فاشلة، لكن العتب الكبير والخطاب الضروري ينبغي أن يوجه للشعب العراقي. الشعب العراقي هو من الشعوب الحية منذ الاحتلال البريطاني للعراق وحتى المراحل ربما نهاية الستينات، كان الشعب العراقي شعبا ثوريا لا يقف ولا يصمت على الظلم، وبالتالي نحن بحاجة اليوم إلى ثورة شعبية سلمية عراقية لا ندعو فيها إلى القتل ولا إلى الفوضى ولا إلى التهريج، وإنما هي ثورة سلمية واعتصامات سلمية من أجل تغيير الواقع المزري الموجود في عموم البلاد. هذه الحكومات حينما استلمت العراق لنقل منذ عام 2004 منذ تأسيس مجلس الحكم وحتى اليوم، ما الذي قدمه هؤلاء؟ يعني على سبيل المثال لو تحدثنا عن الكهرباء، الكهرباء صرف عليها لحد اليوم أكثر من 40 مليار دولار أمريكي. نعم. ومعلوم أن مليار واحد قادر على بناء محطة كهرباء كاملة، وبالتالي أين ذهبت هذه الأموال؟ وهذا الكلام يذهب إلى وزارة الصحة وكذلك إلى بقية الوزارات، النقل، المواصلات، الأمن، الداخلية، الدفاع وغيرها. معلوم أن هنالك 1000 مليار دولار قد هدرت في من ميزانيات العراق، فضلا عن 450 مليار أخرى نهبت من العراق. إذن القضية قضية هنالك كما يقال في السابق كان هنالك النظام الإقطاعي، النظام الإقطاعي كان يأخذ يعني كل ما موجود على المائدة ويعطي فتات المائدة للفلاحين والذين يعملون في الحقول. اليوم نحن بالضبط أمام نظام إقطاعي، ربما نسميه نظام إقطاعي ديمقراطي كما يقولون، هم يقولون هي عملية ديمقراطية، لكن بالمحصلة حينما نذهب إلى مسؤول واحد في الدولة العراقية وهو معروف للجميع يعين أكثر من 600 مواطن فقط من عشيرته، وبالتالي اليوم هنالك 35% هي معدلات الفقر في العراق، وكأن هؤلاء وجدوا يعني مائدة ممدودة خاصة بالأحزاب سواء كانت دينية أو علمانية أو سميها ما تشاء. اليوم هذا الفساد هو الذي ينخر جسد الدولة العراقية، وبالتالي نحن نريد أن نتحدث إلى المواطن العراقي، لماذا هذا الصمت؟ في كل عام ربما هذه الأسرة أو تلك تفقد شخصا بسبب نقص الدواء وبسبب الوضع المزري في عموم البلد، وبالتالي لماذا لا نقوم بثورة شعبية سلمية عراقية؟ نحن لا ندعو إلى القتل، لا ندعو إلى الإرهاب، ولكن هناك تظاهرات دكتور جاسم الآن في البصرة وبعض المحافظات الأخرى، ألا تشكل هذه التظاهرات بداية شرارة للثورة التي تتحدث عنها؟ أنا أقول مع الأسف غالبية الشارع ينتظر توجيهات، وهذا الأمر هذه الأحزاب وربما هنالك بعض الأطراف الدينية لا تريد حالة الثورة الشعبية لأنها مستفيدة من الوضع في عموم البلاد، وبالتالي هم لا تنقطع عنهم الكهرباء، هم حينما يمرضون يذهبون إلى لندن وباريس ولا يتعالجون في المستشفيات العراقية، هم يلعبون بملايين الدولارات والمواطن العراقي لا يجد قوت يومه، وبالتالي أنا أعتقد نحن بحاجة إلى ثورة شعبية عراقية، الشعب يسند الشعب بعيدا عن
هذا الطرف الذي ربما ليس من مصلحته أن تكون هنالك ثورة في العراق. إذن نحن نريد ثورة شعبية عراقية، نحن نريد ابن العمارة يسند ابن البصرة، وابن الكوت يسند ابن العمارة، وابن الناصرية يسند، إلى أن تصل المظاهرات إلى عموم البلد، وحينها يفترض بهذه الحكومة أن تخجل من نفسها وتقول والله نحن لم نقدم شيئا للعراق. العراق اليوم بلد خريبة، لم يقدم له شيء منذ عام 2003، رغم الإمكانيات المادية، رغم الإمكانيات البشرية، رغم الدعم الأمريكي، رغم الدعم والسيطرة الإيرانية. وبالتالي يفترض بمن يملك ذرة من هؤلاء المسؤولين أن يقول ما الذي قدمناه لبلدنا. اذهب إلى حتى إيران، هذه إيران التي يتحدثون عنها، الزائرون لإيران يقولون هي بلد نظيفة وبلد مرتبة وبلد فيها نظام وبلد فيها قانون. لماذا أنتم تأخذون السيء من هذه البلدان وتأتون به وتحاولون تطبيقه في الأرض العراقية؟ لماذا العراق بلد غني في النفط، غني في الموارد البشرية والموارد المائية، لماذا هذا الفقر، لماذا هذا الانقطاع؟ اذهب إلى بلدان قريبة من العراق، وعلى سبيل المثال الأردن. الأردن بلد صغير يعاني مشاكل كبيرة في الموارد المالية، ورغم ذلك الكهرباء في الأردن لا تنقطع أبدا، وميزانية الأردن لا تتعدى 12 مليار دولار. إذن أين القضية؟ القضية هو في سكوت المواطن العراقي على هذا الفساد المستشر في العراق. وبالتالي تبقى المسؤولية الكبرى علينا جميعا كعراقيين، يفترض أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا، بعيدا عن هذا الخطاب الذي يحاول أن يقول لك أنت شيعي وأنت سني، وأنت سني حينما يأتي سيتعود أيام الظلم للشيعة. هذا الكلام لم يكن موجودا. وبالتالي نحن بحاجة إلى تصفية قلوب، تصفية العقول، والتكاتف من أجل تغيير هذا الواقع المؤلم الذي يؤذيني ويؤذيك. وبالتالي تبقى الحكومة والأحزاب الحاكمة هي المستفيد من صمت العراقيين، ويبقى المواطن العراقي هو الخاسر إن بقي على حالة الصمت. وبالتالي كما يقول مثل الشعب العراقي، وجع ساعة ولا وجع كل ساعة. إذن نحن بحاجة إلى ثورة شعبية عراقية عارمة سلمية، بعيدا عن الانتقام، بعيدا عن الدم، بعيدا عن الفوضى، من أجل تغيير الحالة السلبية الموجودة في العراق. وإلا إن بقي هذا الصمت فلا أعتقد أن شيئا سيتغير في العراق حتى بعد 30 عاما. هنالك نوعان من الناس في العراق، نوع مستفيد من الحالة الموجودة في العراق وهم الأقلية بما فيهم الأحزاب وحاشية الأحزاب، والنوع الآخر وهم الغالبية العظمى من العراقيين هم المتضررون من هذه الحالة. وبالتالي ينبغي على المتضررين أن لا يبقوا مكتوفي الأيدي أمام ولكن دكتور هذه الحالة السلبية. أنت تدعو إلى ثورة شعبية شاملة لكل العراق وأنها هي الحل الوحيد، ولكن هناك قمع حتى لتظاهرات لمجموعات صغيرة، حتى من التظاهرات مجلس عشائر البصرة حذر اليوم الحكومة في بغداد من قتل متظاهر في تظاهرات صغيرة في البصرة على احتجاجا على الخدمات البسيطة كالكهرباء. هل تتوقع أن تصغي الحكومة في بغداد لمثل هذه التحذيرات من العشائر؟ نحن نقول ندعو إلى ثورة سلمية شعبية في العراق. حينما تتورط الحكومة، وهذا هو المتوقع، بقمع المظاهرات على الرغم من أن الدستور الذي كتبوه يسمح لمواطن عراقي بالتظاهر، حينما تتورط الحكومة وتقتل المتظاهرين أو تحاول تشتيت هذه المظاهرات، أعتقد أن هذه حجة داعمة للمتظاهرين وتضعف الموقف الحكومي. اليوم حينما تحاول الحكومة إسكات المواطن البصري ودرجة الحرارة هنالك أكثر من 60 درجة مئوية، والمنطقة الخضراء لا تنقطع عنها الكهرباء خلال 24 ساعة منذ عام 2004 وحتى اليوم، هم يعني في عالم آخر، لا يمكن لهم أن يعني يشعروا بمعاناة المواطن العراقي. وعليه
تبقى حالة الثورة الشعبية أو مطلب الثورة الشعبية السلمية العراقية هي المطلب الأبرز، وحينما تتورط الحكومة في قمع هذه المظاهرات أعتقد أن هذا الأمر سيعطي دعماً إقليمياً ودولياً للمتظاهرين، وبالتالي يمكن أن يكون انطلاقة على الأقل بصيص أمل من أجل تغيير الحالة المزرية أو السلبية في العراق. نعم دكتور جاسم، هي تظاهرات شكل من أشكال الرفض السلمي لسياسات الحكومة كما تفضلتم. كيف ترى حالة الحريات في العراق مع إدانة المركز العراقي لدعم حرية التعبير، اضطهاد الصحفيين المنتقدين لسياسات الحكومة؟ يعني هذه حقيقة أمر غريب جداً. اليوم الحكومة حتى من كانوا يطبلون لها، هنالك صحفي عراقي لا نريد أن نذكر اسمه حتى لا يذكر أنه من باب يعني أننا نحاول أن نذكر اسمه في جانب غير إيجابي، هو كان يطبل للحكومة. وحينما انتقد القضاء العراقي قبل أسبوعين أو 10 أيام صدرت بحقه مذكرة اعتقال. إذن هم حتى أتباعهم لا يريدهم أن ينتقدوا، يريدون حجراً، يريدون إنساناً صامتاً لا يتكلم، لأن من يتكلم هذا يعني أنه هو يتكلم حتى من خارج العراق يعني. نعم. هم اليوم راصدون لكل من يكتب على الحكومة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، لديهم ملفات وفريق إعلامي وخلية إعلام ترصد كل ما يكتب على الحكومة، وربما سيتم توجيه يعني تباعا اتهامات لهذا الصحفي أو ذاك، وفي ذات الوقت يقولون نحن لدينا حرية إعلام. أعتقد أنهم يخادعون أنفسهم، والمواطن العراقي الحمد لله الآن بدأ يعي أن هنالك كذبة اسمها كذبة الديمقراطية، وأعتقد أن الكثير من العاملين في العملية السياسية يعلمون أنه لا يوجد عملية ديمقراطية حقيقية في العراق، لكن مصالح هذه الأحزاب ومصالح هذه العشائر المنتفعة من العملية السياسية والشخصيات تدعوهم إلى التطبيل بهذا الشكل، مع العلم أن الجميع يعلمون أن هنالك يعني ما يمكن أن نسميه ضرراً واغتصاباً لصوت المواطن العراقي الحر سواء كان من الإعلاميين أو من غيرهم. من إسطنبول دكتور جاسم الشمري، البحث السياسي، شكراً جزيلاً لك.